خليني انا اقول لك حاجه، تفتكر ليه الكابتن محمد صلاح حاطط الكابتن ابراهيم في دماغه؟ ابراهيم سعيد. يعني ليه الكابتن محمد انا صلاح ابراهيم سعيد مصر انه حاطه، حبيبي ليه مصر انه حاطه في دماغه من وجهه نظرك؟ ده. يعني ليه الكابتن صلاح عمل كده؟ مش عارف اقول ايه. بص انا ابراهيم سعيد من الناس اللي انا بحبها على المستوى الشخصي، ان هو وقف معايا في فتره قبل كده يعني كانت صعبه بالنسبه لي. ما اعتقدش ان محمد صلاح ممكن يكون حاطط حد في مصر اصلا في دماغه. محمد صلاح عدى اللي دمه خفيف، هو عارف يعني دي الترند هتبقى ماشي يعني معاه في الترند. محمد صلاح عدى، يعني هقول لك احنا اهو لو اتكلمنا على صلاح 3 4 سنين قدام، هو خلاص هو مركز عنده تارجت، هو مركز فيه وماشي في طريقه، والا لو هو بيركز مع كل واحد بيتكلم عليه سواء في انتقادات او اي حاجه عمره ما هيوصل للليفل اللي هو وصل له ده. لا بس ابراهيم سعيد بيقول لك ده حاططنا في دماغه. ما هو اقول لك هيقطع عيشي يعني. لا 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 كلوب والحاجات ده مش مركز معاهم صلاح، مركز مع كابتن ابراهيم سعيد. كابتن صلاح دلوقتي مش في حته تانية، في ثالثه ورابعه، في حته ثالثه ورابعه. لا بيفكر في مين قال هنا ومين ما قالش هنا، اذا كان ما بيفكرش في الانتقادات اللي كانت في انجلترا او هيفكر. بس في لعيبه كابتن، في لعيبه مدينه ليه بالاعتذار، لعيبه كبار طلعوا وقال لك التقليل ده الاصابه ودي اصابه عضليه. مش من ليه مش كده. هو الوكيل بتاعه. لا 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 انا بقول لك اللعيبه مدينه باعتذار ليه على بعض اللعيبه. اللعيبه القدامى اللي هنا طلعوا كانوا في الاستوديوهات كان بيتكلموا ان هو لا واحنا ما لعبناش كوره واحنا مش عارفين الاصابه دي ايه. لا من الواضح ان هو راح يتمرن باستك بره، ده هو اللي زي كده. من الواضح ان هم ما لعبوش كوره، لان هو اللي عمله ده قمه الاحتراف، ان تحس برجلك تقعد، وده قمه الاحتراف اللي عمله صلاح، واحنا كنا عارفينها من قبليها. اللي هم بيحبوا يشككوا في اي حاجه هم اللي قال لك ما تستدعيش، اصل اللعيبه قالت له خليك معانا. ده الكابتن حسام من الناس اللي قالت كده برضه. كابتن حسام مين؟ لا ما هو ما ينفعش يتقال كده برضه. حسام بتاريخه بس اللي زعلان ان هو ساب المنتخب وسافر. بقول لك ايه؟ الراجل قعد اهو شهر يا جماعه ما لعبش. مش بقول ان هو مش مصاب. كابتن قصه مش مصاب. ما هو حسام كان بيعمل ايه؟ كان بيلعب على رجله وهي مصابه. حسام حسن اوقات كتيره كان بيتحمل على نفسه يلا. طب ده غلط. عشان كده صلاح بيحافظ على نفسه، صلاح بقى له 20 25 يوم ما نزلش ملعب لسه. احتمال يلعب الماتش الجاي. فالراجل ده بيفكر صح وبيخطط صح. لو انا اتحملت على نفسي عشان نقول عليه بطل ممكن يعادوا العضله الخلفيه دي 3 4 شهور ما استفدناش حاجه. فلا اللعيبه لازم تعتذر له، وانا بقول لصلاح لازم تخلي الوكيل بتاعك يعتذر للعيبه دي برضه، لان هو غلط كده. صلاح طبعا التصريحات بتاعته، احنا يعني احنا بنتخذ الكابتن صلاح وبنحبه في الملعب، لكن كلنا طبعا كنا رافضين لتصريحات الوكيل بتاعه. ما ينفعش، لان برضه دول لعيبه جامده وكلهم اساطير وكلهم تواريخ يعني منهم، انما ما تخليش وكيل هو اللي يغلط فيهم.